بونجور لكل ولادنا طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي في كل مصر. بون رمضان، كل سنة وانتم طيبين. وفي الشهر الجميل الفضيل الرائع اللي احنا بنستناه من السنة للسنة، ده أجمل شهر وأسرع شهر. أخبار المذاكرة فيه إيه بقى؟ وانتم طبعا الله يعينكم، يعني مش عارفين نلاقيها منين ولا منين. هنذاكر الصبح والدنيا صيام وحر، ولا هنذاكر بعد الظهر؟ وفي بقى مسلسلات، وفي كورة مصري وأجنبي وعالمي. الله يعينكم، بس لازم نشتغل شوية ولازم نذاكر شوية. داكار، المرة اللي فاتت عملنا شوية جرامير، عندي طلبات من ولادي على الجرامير بطريقة كتيرة جدا. فالنهاردة هنصلح الدفار بسرعة، وطبعا عندي برضو ولاد كتيرة قوي بعتولنا: يا مدام الإيميل حضرتك مش بتشتغلي معانا إيميل وخلاص الوقت. حاضر، جايبين الإيميل كتير وسيتياسيون كتير، ويا رب الوقت يسعفنا ونساعدكم على قد ما نقدر. داكار، تعالوا نبدأ مع بعض النهاردة، هنصلح الدفار بسرعة ونشوف هنشتغل ايه. داكار، طبعا نصام توجور بنعمل ريفيزيون جينيرال على يونيتي 4. ولما نفتكر مع بعض يونيتي 4 كانت بتتكلم على لو كلوب دي زاتليت، صح؟ تعال نشوف الدفار فيت. كان عندي ايه الدفار؟ كان عندي جملتين. اول جمله: فو شيرشي او ديكسيونير. قلنا شيرشي يعني انت بتبحث عن او بتدور في القاموس. وكان مطلوب ادوات استفهام، وعندي ولاد كتير قوي قالوا لنا يا مدام ادوات الاستفهام بتلخبط فيها. فاحنا ماشيين كده هنفكركم يا جماعه. انا عندي اربع اختيارات: عندي كي اللي هي مين، بسأل بيها عن الفاعل العاقل. داكور، يعني مثلا لو قلنا مو صلاح، جو اوليفر بول، محمد صلاح بيلعب في اوليفر بول، هنشيل محمد صلاح ونسأل ب كي، مين. داكور. طيب عندي كوا، يعني كوا يعني ماذا او ايه بالعربي كده بالبلدي يعني. بس الماذا دي مش بتيجي غير اخر الفراز، اخر الجمله، وهنقول لك استخداماتها ايه. عندي كومبيان دو، كومبيان دو يعني كام من، للسؤال عن الكميه او العدد. لما اقول مثلا حد من صحابي بيقول لي جي تخوا فرير، عندي ثلاثه اخوات، فانا هساله عن عدد الاخوات بكومبيان دو فرير تو، كام من الاخوات عندك. او مثلا حد بيقول لي جي تو دي ست ماتيير، انا بذاكر او بدرس سبع مواد. طبعا انتوا هتقولوا لي لا دول اكتر، هقول لك اوكي تمام، هو بيدرس سبعه هو حر. طيب يبقى كومبيان دو ماتيير تو اتودي، انت بتدرس كام ماده، تمام. طب وعندي كاسكو بقى، كاسكو اللي هي ماذا بجد، ماذا اللي بسال بيها عن المفعول، اوكي. والمفعول دايما بيبقى غير عاقل. لو قلت جو في مون ديفوار، انا بعمل الديفوار بتاعي، بعمل الواجب، هتسال هنشيل المفعول اللي هو الواجب وتقولي كاسكو تو في، ماذا تفعل. وكاسكو ممكن تيجي اول الجمله واخرها، اما الماذا اللي هي الايه الكوا لازم تيجي اخر الجمله، تمام. طيب يبقى هنا فو شيرشي او ديكسيونير، انت بتبحث في القاموس، يا ترى هينفع احط كي اللي هي مين؟ اكيد لا. طب هقول له كوا، قلنا كوا ما تجيش اخر الجمله، لازم تيجي اخر الجمله مش اولها. طب كومبيان دو، كم من، يعني ايه كم من، كم من بتبحث في القاموس مش ماشيه. يبقى كاسكو، يبقى كاسكو فو شيرشي او ديكسيونير، ماذا تبحث في القاموس، يعني عن ايه بتبحث في القاموس. طبعا الرد اللوجيك هيبقى جو شيرش لا ديفينيسيون دو كذا كذا، بدور على كلمه او معنى كلمه وتذكر الكلمه اللي انت بتدور عليها. داكور. طيب عندي بقى بعد كده الجمله الثانيه كانت بيسالني على تي ان اي، وخلي بالك من الاختصارات، احنا اليونيتي 3 خدنا بوكو دابريفياسيون، عندنا خدنا اختصارات كتير جدا، خدنا سي كوا لو سي دي اي، خدنا الاي اس بي او الاي بي اس، وخدنا التي ان اي، وخدنا الريكري، وخدنا الاوردي، تمام. انا هقول لك المصطلحات بس، وعليك ان انت ترجع بقى وتذاكر وتدور، انا مش هسهلها عليك المره دي. طيب لو تي ان اي سي كوا، ده السؤال. تي ان اي اللي هي تابلو، ونيوميريك، وانتراكتيف السبوره الرقميه الذكيه، تمام. انا مثلا بقول لحد من صحابي ان كلاس، دخل لي بالك احنا خدنا كاسكي ليا دون تا كلاس وكاسكي ليا دون تون ليسي، ماذا يوجد في فصلك وماذا يوجد في مدرستك، صح. وحتى كانت الايميلات والسوجي اللي هي المواضيع والايميل كان بيقول لي ديكري،
يعني اوصف، اوصف تا كلاس ايديال، اوصف الفصل المثالي بتاعك، اوصف طون ليسي ايديال، اوصف المدرسة المثالية من وجهة نظرك او اللي نفسك فيها او اللي هي مثلا بالصدفة تبقى بتاعتك بجد. داكو؟ طيب هنا بقى بيسألني لو تي ان اي، طبعا ده حلم كل الطلبة ان هم يدرسوا في مدارس مثالية فيها كل حاجة وكل الامكانيات متاحة، والكلاس بتاعه يبقى تري مودرن، يعني حديث جدا ومليان كل الحاجات الجديدة من التي ان اي اللي هي السبورة الذكية دي، وطبعا اجهزة الاغ دي وكل الفاسيليتي، كل الحاجات اللي بتسهل لي الدراسة. فالتي ان اي سي يعني ايه تي ان اي؟ حد بيقول لي من صحابي انا اون دون مون كلاس او دون مون كلاس إليا ان تي ان اي، وانا مش فاهمه يعني ايه تي ان اي، فاقول له ايه؟ لو تي ان اي سي كوا؟ يعني ايه تي ان اي؟ هيبدا يشرح لي تي ان اي سي تان تابلو نيوميريك انتراكتيف. هنا بقى المفروض ان انا حليتها معاك، بس تعالى نستعرض اداه الاستفهام. الكو اختصار كاسكو، يعني الكو والكاسكو الاثنين حاجه واحده. الكو الصغير بتاع الكاسكو. طب يعني يا مدام انا بتلخبط. لا حبيبي ما تتلخبطش، هفهمك. بعد الكو لازم يجي فيرب، لازم يجي فعل، تمام؟ اما بعد الكاسك لازم تيجي فراس كومبليت، جمله كامله، تمام؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني الكاسك اللي هي الماذا الطويله بيجي بعدها جمله كامله، يعني سوجي وفيرب وكومبليمون. كاسكو تو في سو سوار، هتعمل ايه النهارده بالليل؟ وراك ايه النهارده بالليل؟ تمام؟ اما لو قلت كو يبقى كو ابدا بالفيرب، يبقى كو في تو، ماذا تفعل انت سوسوار؟ تمام؟ يبقى افتكر الكاسكو ماذا والكو ماذا. اما الكاسكو لما احطها في الجمله لازم يجي بعدها الجمله عاديه، فاعل وفاعل ومفعول، سوجي فيرب وكومبليمون. اما الكو لازم يجي بعدها فيرب سولمون. تمام؟ يبقى انا كده فرقت. طبعا ما اقدرش اقول التي ان اي سي كو ولا تي ان اي سي كاسكو، يبقى دي ما تنفعش ودي ما تنفعش. طب لو تي ان اي سي كي، مش انا لسه قايلين فوق الكي يعني مين للسؤال عن عائل؟ يبقى ما ينفعش، انا بسال عن شيء يبقى اكيد دي مش هتنفع. يبقى ما عنديش غير ايه الصح الوحيده، هي سيكوا. دي تي ان اي سيكوا، هي عباره عن ايه تي ان اي. تمام، نتمنى ان الناس تكون شويه استنتجت الفرق بين الكاسكو والكو واستخدام الكاسكو والكوا، علشان ده مسار جدال بين ولاد كتير جدا عندي. طيب تعال نشوف كمان، كان في دو كيستيون، نراجع بقى مراجعه جرامير كده سريعه بسرعه للناس اللي مثلا كل شويه تقول يا مدام عايزين مراجعه جرامير، عايزين مراجعه جرامير. فحاضر. هنا كالور تو اريف او ليسي، كال يعني ما، وناس عندي كتير جدا بيسالوني يا مدام بنتلخبط بين الكال المذكر والكال المؤنث. هقول لك ارجع لحفظك للكلمات الاساسيه، لو انت حفظت الكلمات مذكر ومؤنث مش هتتلخبط، لسبب انا عندي نوعين من انواع الكال، عندي الكال المذكر اللي بتتكتب كيو يو او ال، وعندي الكال المؤنثه اللي هي دي كيو يو او ال ال او. تمام، بعد الكال المذكره اللي بتخلص بال واحده بسال عن حاجه مفرد مذكر زي ايه. انا درست ايه؟ درست مثلا كلمه يوم. انت عندك مثلا فرنسي، ايه الايام اللي عندك فيها فرنسي؟ يبقى انا هسال بيه كال جور tu as français. Quel jour tu as science. طب ايه الايام اللي مش عندك فيها العاب؟ طبعا احنا في مصر ما عندناش الجدول، مش كل يوم في حصه العاب، يعني لو في حصتين في الجدول يبقى خير وبركه، صح؟ طيب ممكن اقول لك ايه الايام اللي عندك فيها العاب، ساعتها هسال بايام جمع، صح؟ يبقى هحط ايه؟ كيو يو او ال اس في الاخر، اللي هي الما الجمع المذكر، يبقى كال جور تو يا او بي اس، عندك العاب ايام ايه؟ او كال جور تو نا با مثلا سيونس، ايه الايام اللي مش عندك فيها سيونس؟ داكار؟ يبقى كلمه يوم وايام هسال بيها بالكال المذكر سواء مفرد مذكر او جمع مذكر. طيب ايه تاني؟ الاج. الاج ده مهم جدا، لان انا في اليونيتي كاتر بتكلم على العيله وبتكلم على يعني ديكري تا فامي، اوصف العيله، يبقى هتكلم عن بابي ومامي وجده وطنط وانكل وكوزان وكوزين ولاد عمي او خالته وكده، وبعدين هتكلم على عمرهم. فهنا مثلا هقول كال اج، العمر مذكر، يبقى كال اج ا تون جران برير، جده عنده كام سنه، او كال اج ا تون اونكل،
انكل بتاعك عنده كام سنه، او كوزان بتاعك، او توم فرير، اي حد يخصك. انا بسال عن اعمار، تمام؟ وبعد كده هسال عن صفات. بس خلينا الاول واحده واحده عشان ما نتلخبطش. احنا كنا بنسال بالايه؟ بالكلمة المذكر. قلنا بنسال باليوم او الايام، وبنكتب كمان معاها المفرد المذكر هنسال بيه عن الاج العمر. وممكن كمان نتكلم دلوقتي عن سبار اللي هي الرياضه، مش انا يوتي كاتري كلها فيها سبار صح؟ يبقى سبار اللي هي الرياضه. كال سبور تو براتيك، الرياضه اللي انت بتمارسها. كال سبور جو تو او تو جو، انت بتلعب لعبه ايه؟ او كال سبور تو في، انت بتمارس رياضه ايه؟ تمام. يبقى انا اعرف ان الكلمه عمر اللي هي اج، ويوم اللي هي جور، ورياضه اللي هي سبور، مفرد مذكر، يبقى احط قبليها مفرد مذكر. ولو كان اليوم اخره اس يبقى لازم احط كال اخرها اس. لو كان عندي كمان كلمه رياضات، مش رياضه واحده، الرياضات اللي انت بتفضلها او الرياضات اللي انت بتمارسها، يبقى هحط كال اخرها اس. ده بالنسبه للكال المذكره. الكال المؤنثه بسال بيها ها عن الساعه، كالا غيتيل. ده سؤال مهم جدا ومشهور قوي. طيب الماده، مش احنا خدنا اسماء مواد؟ يبقى كال ماتير تو بريفير. لو كانت مواد كتيره يبقى كال هتتكتب كيو يو او ال ال او اس، لازم احط اس في الاخر عشان ماتير هتبقى اخرها اس. ايه المواد اللي انت بتحبها او اللي انت بتفضلها؟ يبقى عندي ساعه وعندي الماده. ايه كمان عندي؟ ممكن الجنسيه، ناسيوناليتي. بما ان انا عندي دلوقتي انفتاح على العالم، وفي شبكه انترنت، وفي شات على الانترنت، وناس بتدخل تعمل شات افيك دي سيبر كوبان، يعني صحاب من على السايبر او صحاب من على الانترنت، فاكيد هيبقوا مالتي ناسيوناليتي، يعني جنسيات مختلفة. فهسأله واحنا بنبدا نعمل فيغ لا كونيسونس، نتعرف على بعض، اقول له كاليتا ناسيوناليتي، ما هي جنسيتك؟ تمام. جنسية مفرد مؤنث، فاحط له كال اللي هي اخرها ال ال او، احنا بنقولها اون فرونسي دوبل، سوري دوبل ال او، يبقى كال كيو يو او دوبل ال او. تمام. يبقى انا اعرف الكلمة مفرد مؤنث ولا مفرد مذكر، ساعتها هحدد هحط انهي كال، المذكرة ولا المؤنث. داكور، تعال نشتغل بقى شويه. هنا كال اور تو اريف او ليسي، كال اور يعني ساعه ايه، اي ساعه تو اريف، انت بتوصل او ليسي. يبقى هنا السؤال ده بيخاطب حروف الجر، وانتوا عندكم برضو اسئله كتيره جدا عن حروف الجر. عندي هنا دون يعني في، سور اللي هي على او فو، ا اللي هي في او الى، والان يعني في او من. تمام. ما انت لازم تعمل الاول تحفظ، وبعدين تعمل اناليز تحلل، وبعدين تقرا الجمله فوق، اكيد هتوصل. مش ممكن يقولي دون كالور، ما ينفعش، لان الدون لازم يجي بعدها تعريف، لازم يبقى الكلمه فيها لو او لا او مو او سات وهكذا. سور فوق او على، مش ممكن اقول سور كالور، يعني ما تمشيش. اكالور اه طبعا لازم اقوله اكالور. في اي ساعة انت بتوصل المدرسة؟ انا مو جاغيفا ساتور ادمي. كل واحد ممكن يوصل المدرسة في وقت مختلف. يبقى هنا الا هي الصح. الاو هنا مش صح خالص. هنا الاو ممكن اسأل بيها اون كال كلاس اتشو، في اي فصل تكون، انما مش هسأل بيها في اي ساعة انت بتوصل المدرسة. تمام. هنتكلم برضو مرة جاية ان شاء الله على ادوات وحروف الجر باستفاضه اكتر، بس هنا صح. اكالور تو اريف او ليسي. هنا مجدي اموا، دي برضو لحد دلوقتي مسار جدال بين كتير من ولادي. مجدي اموا، والناس يعني بالذات اللي ممكن يكون عندهم خلفيه شويه في فرنسي، وعمل يعني درسوه من اول بريباراتوار، من اول اعدادي، فهم عارفين ان الانا التانيك بتاعها اتكلمنا عنه المره اللي فاتت، ضمير التانيك اللي هو ضمير التوكيد العائد على انا بيبقى موا، وهم عارفين ان اي حد وانا بيبقى جمعنا نو. يعني هنا ماجد اموا على طول دماغه بتفكر في النو. تمام. طيب هنا بقى النقله بتاعت الان، والان مهم جدا، وعلشان برضو ناس بتتلخبط فيه، يا جماعه النو ضمير نكره فاعل، يعني الفعل معاه بيتصرف نفس تصريفه مع الا، معناه جمع، بس الفعل معاه بيتصرف نفس تصريفه مع الايل. فانت فكرت ماجد اموا يعني نو، مفيش مشكله، خليها في بالك
ان ماجد وموا نو، بس هنا مديني الضمير ان، والضمير ان يبقى هصرف معاه الفرب زي تصريفه مع الايل مفرد، لو سمحتم ما نتلخبطش. تمام. طيب ان وسيونس اديزور، يعني ماجد وموا عندنا مثلا سيونس الساعه 10، فانا عندي فعلا اربع اشكال من فرب افوار، واتفقت معاك لو سمحتم نحفظ الافعال. ده فرب افوار، افوار يعني عنده او يملك. تمام. هنا انا بقول ان انا وصاحبي ماجد عندنا سيونس، عندنا حصه سيونس اديزور الساعه 10، فالان ما ينفعش تاخد اس عشان دي تصريفها مع تو، وما ينفعش تاخد او ان تي عشان ده الاي لافيك اس جمع، وما ينفعش تاخد افون علشان في اون. عارف لو كان من غير اون يبقى ماجد وموا نوز افون ماشي، انما اصبح في اون يبقى ما فيش غير الا دي الصح، يبقى ماجد وموا اون سيونس اديز. تمام. دي حته جرامر كده بسرعه، ولسه متكلمين حالا على الكل والكل. انت هتقول معايا بقى ايه الفرق بين الكل ها والكل. تمام. لسه قايلين حالا الكل اللي هي كيو يو او ال دي للمفرد المذكر، ولو حطيت لها اس هيبقى للجمع المذكر، صح؟ طب والدوبل ال او هتبقى للمفرد المؤنث اللي احنا بنعملها بشكل الفلور، البنوته الورده الجميله. تمام. ولو اخرها اس هتبقى للبنات الكتير. كالاغيتيل، اول ما الاقي ساعه، الساعه مؤنثه هحط قبليها كال اللي هي دوبل ال او كالاغيتيل. طب لو هسال بطريقه تانية، الي نقط مثلا اور، يبقى هحط كال برضو دوبل ال او. هل لازم نبدا بيها؟ لا خالص، ممكن تيجي داخل الجمله عادي جدا. كل الفكره ان مثلا هنا لو في نقط وقال لي خيرني بين الكل وجمعها مفرد مذكر ومفرد مؤنث، هختار المفرد المؤنث وانا مغمض. ليه؟ لان انا شفت الكلمه اللي بعد النقط جايه مفرد مؤنث. تمام. يبقى انا وانا بختار بين اشكال الكل عيني على الكلمه اللي جايه بعد النقط، لان هي دي الكلمه اللي انا بتسال عنها. فلو هي مفرد مذكر هحط وانا مغمض كيو يو او ال، لو هي مفرد مؤنث هحط كيو يو او دوبل ال او. تمام. طب تعالى الناحيه الثانيه، رقم 2، كال جور تو نا باسيونس. هنا عندي جور، والجور يعني يوم، واليوم لسه قايلين ان هو مفرد مذكر، يبقى عشان كده حطيت الايه الكال الولد كيو يو او ال. طب لو بيسالني عن ماده، ماده واحده؟ لا، مواد كتير. عرفت منين انها مواد كتير؟ اهي اخرها اس، يبقى هحط ايه بقى؟ هحط الكال الجمع المؤنث كيو يو او دوبل ال او، وما انساش الاس، يبقى كال ماتيير تو بريفير، المواد اللي انت بتفضلها. طب كال جوغ تو اس في تي؟ اس في تي من ضمن الاختصارات المهمه اللي احنا ما قلناهاش، ها فاكر اس في تي اللي هي ايه؟ طب هسيبك تدور عليها والمرة الجاية تقول لي، أو قول لي على صفحتنا على الفيسبوك وأصدقاء برنامج سر التفوق للغة الفرنسية. قول لي سيكوا لا ريكري، سيكوا لوردي، سيكوا لو اس في تي، سيكوا لو او بي اس. تمام. في انتظار إجابات حضراتكم، اعتبروا ده الديفوار بتاع المرة دي. يبقى ماتير مفرد مؤنث، ماتير كتير مواد كتيرة هحط لها اس، يبقى كال ماتير. هنا كال جور تشوا اس في تي، جور يوم واليوم مذكر، يبقى جمع المذكر هياخد ايه بقى؟ هياخد كيو يو او ال، وما انساش الاس عشان بسال على ايام، عرفت منين انها ايام اخرها اس. تمام. نركز شويه، الدنيا بسيطه جدا وسهله صدقني، ما فيهاش اي بروبلم ولا اي تعقيد، ده فرنسي بسيط جدا. تمام. وما تخافوش وما تقلقوش، الدنيا سهله، عايزه نسبه تركيز. ركزت؟ خلاص الدنيا بقت لطيفه جدا. طب تعالى قول لي بقى، انا لسه سالك حالا دلوقتي سؤال كان عباره عن نقط، هنا بقى جايبه لك كامل. اكالور، اكالور بستخدمها في ايه؟ اكالور يعني في اي ساعه، دي هي العربي بتاعها كده، في اي ساعه، دي بسال بيها عن التوقيت. فاكالور تو اريف على ليكول،
في اي ساعة انت بتوصل المدرسة. A quelle heure tu termines le jeudi؟ لو انا بسأل صاحبي انت بتخلص دراسة امتى يوم الخميس، لان عادة الخميس بيبقى اخر الاسبوع والمدارس بتدي حصة بريك، يعني في مدارس بتمشي شوية بدري. ف A quelle heure tu termines، ترمين يعني يومك بينتهي او بتخلص حصص، يبقى A quelle heure tu termines le jeudi؟ في اي ساعة انت بتخلص يوم الخميس. A quelle heure vous déjeunez au self؟ ها يلا حط لي كمان السلف مع ضمن الكلمات اللي انا هسألك عليها كدفوار، ضمها مع الركري والاغدي والاس في تي. قول لي سي كوا لو سيلف؟ اكلور فو ديجوني او سيلف؟ ها يبقى في اي ساعه انت بتتغدى؟ مش هقول لك سيلف يعني ايه بالعربي، انت اللي هتقول لي على صفحتنا. داكو، يبقى اكلور فو ديجوني. تمام، يبقى هنا الفرق بين كل واكل في اي. تمام، عرفنا الفرق؟ عرفنا الفرق ان في، اولا عرفنا الفرق بين الكل المذكر والكل المؤنث، عرفنا الفرق بقى بين الكل والكل مفرد مذكر ومفرد مؤنث، والسؤال بأكل. يا رب نكون عرفنا الفرق. طيب نتجه شوية بقى عشان ولادنا اللي سألونا كتير على الأمال. الأمال يا جماعة بسيط وسهل ومفيهوش حاجة خالص، كل الفكرة ان هم هيبقوا ترفرز ثلاث جمل، لازم نرد عنهم بثلاث جمل برضو. ليه؟ عشان ناخد الدرجه بتاعتنا كامله. انت عارف ان الامل دلوقتي بقى اصبح باربع درجات، تمام؟ فاحنا في عرض النص درجه، انا مش عايزك يعني تخسر ولو فتفوت الدرجه، تمام؟ طيب فنراعي كده الدنيا ونشوف السؤال ماشي ازاي وهنجاوب ازاي في جمل يعني كامله بس بسيطه ما فيهاش اي بروبلم، تمام؟ ونشتغل مع بعض. ريبون ا سو مال، المال بيقول لي ايه؟ سالو. سالو انا لازم ابدا طبعا بتحيه. كاسكو تو في او ويكند، انت بتعمل ايه في الويك اند اللي هي اجازه نهايه الاسبوع. او فاتو، او فاتو يعني، ويعني اين. يبقى انا كده عندي اتنين اداه استفهام، عندي كاسكو يعني ماذا، وعندي او فاتو اين تذهب، وعندي كمان افيك كي يعني مع مين. ثلاث اسئله بثلاث ادوات استفهام، كاسكو ماذا، او اين، وافكي يعني مع مين. ها بتعمل ايه في الويك اند، واو فاتيو بتروح فين، وافكي هبدا اقول له ايه بقى ببساطه شديده. طبعا انا المفروض ان انا اكمل يعني كمان اقول له ايه، اقول له سالو. هو قال لي سالو يعني بيسلم عليا، فانا كمان هرد عليه واقول له سالو. كاسكو تو في، خلي بالك بقى هو سالني بانت، هبدا ارد بايه، بانا. تو ردها انا، اي حد يسالني بانت هرد بانا. طب فيرب فير ما بيتغيرش، مع التو بياخد اس ومع الجو كمان بياخد اس، فده سهل. هنا بقى رديت قلت ايه، جو في بوكو داكتيفيتي، بوكو هنا يعني كثير، كثير من. جو في بوكو داكتيفيتي، انا بعمل انشطه كتير. اكتيفيتي اللي هي انشطه. انت بتعمل ايه في الويك اند، انا بعمل حاجات كتير، بعمل انشطه كتير. طيب او فاتيو، طب انت بتروح فين، ها انت، قلنا ردها انا، والفي ده تي فا اللي هرد بجو في، ده فيرب اسمه فيرب الي، نكتبه لك كده تحت او على جنب. فيرب الي يا جماعه من الافعال المهمه جدا 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 جدا، اللي لو سمحتم هاتوها وذاكروها واحفظوها مع فيرب افوار اللي احنا لسه قايلين عليه حالا. طيب يبقى انت تبقى انا، وفا هتبقى في، جو في او كلوب، اسهل حاجه انا بروح النادي، تمام. هنا عملناها ايه بقى، جو في او كلوب، جو في او كلوب افيك ميزامي، مع صحابي، دي واحده. هنا افيك كي، قلت له جو في او سينما افيك ما فامي، انا بروح السينما مع العيله. داكور، يعني انا عملت ايه، عملت ثلاث جمل عادي جدا، وعملت كل واحده انت مثلا بتروح فين، قلت له انا بروح النادي مع صحابي وبروح السينما مع اهلي ومع العيله. انت عندك حاجات كتير تقولها تاني براحتك خالص، انت عارف ان ده برودكشن بيور، برودكشن بيور يعني كل واحد يعبر عن نفسه بالشكل اللي هو يعني شايفه،
ما فيش مشاكل. انا بعمل اكتيفيتي كتير، اوكي جو في بوكو داكتيفيتي، انت ممكن تشيلها. توجو ريغارد لا تلفزيون، ممكن تقسمها لو ماتان جو مثلا جو في مي ديفوار، جيتودي ان بو، جو جو افيك مي فرير، جو جو او جو فيديو. ممكن تقول لابري ميدي بعد الظهر جو سور افيك مي زامي، بخرج مع اصحابي. ممكن تقول اون فا او كلوب، اون فا او سينما، اون فا او ستاد، اي مكان انت عايز تروحه براحتك خالص، مع نيمبورت بقى، avec mon ami, avec mon cousin, avec mon voisin, avec ma soeur, avec mon père, avec ma soeur, او مثلا ما فامي. براحتك، انت حر، انتج بالشكل اللي يناسبك، اللي انت بتعرف تكتبه اكتبه. انا اذهب الى النادي، ماشي. انا اذهب الى النادي مع العيله، داكور. انا بروح مثلا السينما مع العيله، مفيش مشاكل، براحتك. دي برودكشن بير، كل واحد يعبر عن نفسه بالشكل اللي ايه الصحيح. كل الفكره وكل المطلوب من حضرتك تبقى فراس كومبليت سليمه، يعني الضمير صح، سالك بانت، رديت بانا، وتمسك الفيرب تشوفه هيتغير مع الانت والانا زي فيرب فير ثابت مثلا، ولا هيتغير زي فيرب الي تو فا، بقول جو في. اوكي طيب، عندي واحد تاني قال لي ريبون ا سومال سالو برضو. تي ان كالاني، انت يعني تي ان كالاني، لسه قايله لك حالا الان يعني في، صح؟ وهنا كلمه اني يعني سنه، وهنا قال لي كالي يعني انت في اي سنه. تي ان كالاني انت في اي سنه، يعني انت بتدرس في سنه كام يعني. وكان ماتيير تو بريفير، الماده اللي انت بتفضلها. عرفت منين انا بتكلم عن ماده؟ عشان اخرها او مش اس. لو اخرها اس وكال هتبقى اخرها اس، يبقى ايه المواد اللي انت بتفضلها؟ انما هنا السؤال بسيط، الماده اللي انت بتفضلها. اكال ماتير تو نيم با، وايه الماده اللي انت مش بتحبها او مش بتفضلها؟ براحتك خالص، ها تو ليبر، انت يعني براحتك. وطبعا ابلوس او تشاو او سيا، دي اللي بنختم بيها المال او السوجي. طيب ابدا اول سؤال، تو اون كال اني، انت في اي سنه؟ هبدا اقول له ايه بقى؟ ها انت ردها الاول، اقول له سالو عشان ما انساش. تو اون كال اني، انت في اي سنه؟ هقول له انا يعني جو. تو دي ده فيرب ايه بقى؟ ده فيرب اتر. يلا انت بتكتب عندك، يبقى كده في فيرب افوار، في فيرب الي، وفي فيرب اتر. ا بيان روتونير، لو سمحتم نذاكر كويس الثلاث افعال دول عشان مهمين جدا. طيب تي اون كالاني فيرب اتر مع الانا، هقول جو سوي، داكور. ولازم الان هتنزل، الان ثابته، يبقى جو سوي اون، انا اكون في. عايز اقول اولى ثانوي، هكتب ان و او ار وعليها اكسان غراف، تحتيها اكسان صغنططه كده او تيري صغنطط، واقول له ايه سكوندير. وممكن ما اكتبهاش كده، اكتبها كامله برو مير. جو سوي اون بريمير سو سكوندير. سكوندير يعني ثانوي، وبريمير يعني سنه اولى، تمام. حطيت بريمير سكوندير اللي هي عباره عن ان وفوق او ار او، ماشي، كتبتها كامله، يا سلام، يعني هنحبك جدا. جو سوي اون بريمير سكوندير، انا اكون في اولى ثانوي. طيب ده اول فراز. تاني فراز، كان ماتير تي بريفير، ايه الماده اللي انت بتفضلها؟ ها برضو انت، يبقى هرد بايه؟ بانا. وفي فيرب بريفيري اللي هو فيرب دو بريمير جروب، فعل مجموعه اولى، اتكلمنا فيهم قبل كده وقلنا سهلين خالص. التو دايما بتاخد او اس، اما الانا هتاخد او، يبقى انا كاني شلت الاس. يبقى هقول له ايه؟ جو بريفير، وما ننساش الاكسونات، ما اسمهاش علامات، وما اسمهاش نقط، وما اسمهاش الحاجات اللي بتتحط فوق الحروف، اسمها اكسون. دي اول واحده اكسون ايجو اللي بتديني الصوت اي، ودي الاكسون غراف اللي بتديني ان. جو بريفير، جو بريفير ايه بقى؟ قول لي اي ماده. لو قلنا العلوم يبقى للسيانس، وطبعا لازم تتكتب جمع علشان العلوم دي فروع كتيره. الرياضيات برضو لمات. لو قلنا الفرنساوي ده ماده وحيده، يبقى له فرنسي. العربي لرب. شوف انت حضرتك بتفضل اي ماده واكتب له جو بريفير الماده اللي انت بتفضلها، هسيبها لك مفتوحه. طيب ايكال ماتيير تو نيم با، وايه الماده اللي انت مش بتحبها؟ فطبيعي يقول له برضو سالك بتشو، هرد بجو. وقلنا تشو الفرب معاها بيخلص بالاس، فهشيل الاس مع الانا وهنزلها نفي عادي جدا. انا في النفي بحط نو قبل الفرب وبا بعد الفرب،
يبقى هقوله je n'aime pas، انا لا احب، واقوم حاطه الماده بتاعتي برضو هسيبها لك مفتوحه، كل واحد يعبر عن نفسه براحته. انا عن نفسي بحب السيانس ويعني وبحب المات شويه، مفيش حاجه ما بحبهاش قوي يعني عشان اقول je n'aime pas. انتوا ممكن يكون عندكم اراء مختلفه، فكل واحد يعبر عن نفسه براحته. وا بلس ممكن اقول له هنا تشاو او سيا. تمام، في مشكله؟ يبقى انت في سنه كام؟ جو سوي اون بريمير سكوندير. ايه الماده اللي انت بتفضلها؟ بفضل ماده كذا. ايه الماده اللي انت مش بتحبها؟ انا مش بحب ماده كذا. باي 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 باي. صعب الكلام؟ والله العظيم سهل جدا، ما فيهوش اي مشاكل خالص. طيب تعال نشوف اللي بعده. ريبون ا سو مال. وخلي بالك كلمه مال بتتكتب ام اي ال او ام او اكسون غاف ال، دي صح ودي صح، مفيش مشاكل. هنا سالو يعني هاي. كومون سابيل تون جراند بير؟ جده اسمه ايه؟ وإلى كلاج، هو عنده كام سنة؟ عمره كام؟ إيلي كومون، كلمة كومون هنا يعني اوصفه، يعني هنبدأ نعمل بالظبط ديسكريبسيون. تمام، يبقى هنستخدم شوية ادجكتيف كاليفيكاتيف. برافو عليك. تمام، يبقى هبدأ سالو، هقول له سالو. كومون سابيل تون جراند بير؟ جده اسمه ايه؟ هنا بقى نراعي، في هنا ادجكتيف بوسيسيف اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، صح؟ طيب هنا ما سالتش بانت، بس سالك باداه يعني اداه ملكيه عايده عليك انت، جدك اسمه ايه؟ طب انا هتكلم عن نفسي، فهقول له جده بتاعي، جدي انا اسمه كذا. يبقى هقول له والله ها الملكيه اللي عايده عليك للمفرد المذكر كانت تون، الملكية اللي عايدة عليا أنا للمفرد المذكر بيبقى اسمها مون. يبقى مون جراند بير، أنا بختصر عشان أحل معاك إيميلات كتيرة حضرتك هتكتبها عدل، جراند عدل وبير عدل. يبقى مون جراند بير. سابيل هنا ما بيتغيرش ليه؟ لأن جده هنا لو شلته أحطه هو، وجده برضو لو شلته أحطه هو، يبقى سابيل ثابتة. يبقى مون جراند بير سابيل، جدي اسمه، وحط حضرتك اللي انت عايزه، شوف جدك اسمه ايه. انا مثلا مون جراند بير اسمه يعني سابال احمد، انت بقى شوف انت مون جراند بير عندك اسمه ايه. تمام، طيب الى كلاج، هو عنده كام سنه؟ هنا الحلو في موضوع ان هنا هنزل الايل عادي والا عادي. الى ما انا بتكلم عن جده، والجد واحد ناس مفرد مذكر، فالمفرد المذكر بشيله محطه ايل، والفيرب معاه نشانج با، يبقى الى. هو عنده كام سنه بقى؟ نراعي، خلي بالك انا بتكلم عن جده، يبقى اكيد اكيد هلعب. لا 30 ايه؟ اطلع. ها لا ولا 50 برضو، ها اطلع فوق شويه، يعني بدايه من اخر الستين كده 70 وانت طالع سنه، يعني نقول مثلا 70. وافتكر الارقام مهمه جدا عشان هنتكلم يعني واحنا بنعمل ديسكريبسيون بور لا فامي، هنتكلم ممكن عن سن جده وسن ناناه اللي هي تيتا، فطبيعي لازم نراجع شوية الأرقام. ها افتكر كده، ولو عندك أي سؤال على الأرقام لو سمحتي ابعتلي على صفحتنا وهنرد عليك. تمام، بس هم عموما يعني هنقولهم كده بالديزان 10 20 30 40 50 60 70 اللي هي 70 80 أربع عشرينات اللي هي 80، نحط عليهم 10 تبقى 90 10 أربع عشرينات وعليهم 10 اللي هي 90، والمية اسمها 100. تمام، راجع تاني الأرقام ولو في حاجة وقفت معاك ابعت لي. طيب إلى كلاج، هو عنده كام سنة؟ يبقى إلى 70. ها هل يكتب، هل ينفع أكتب أج؟ لا لا، هكتب أن. إلى 70 زون، عنده 70 سنة. تمام، طب إلي كومون بقى، يعني إيه إلي كومون؟ إلي كومون يعني أوصفه. يبقى هبدأ بإيل، والفعل هنا هيبقى ثابت، يبقى إيلي. ممكن أقول له إيلي سوبر ديناميك، دي جات لي كتير في الأونيتي في الليفر سكولير، في الكتاب بتاع حضرتك اللي هو كلوب أدوا، جات لي كتير إن الجد سوبر ديناميك وإيبر ديناميك كمان، يعني هايبر ديناميك، يعني حد اكتف قوي وجميل وبيعمل افور وسبورتيف رياضي وبيتحرك على طول، يعني حد ديناميك. ممكن نقول ايه؟ إلي سيمبا، هو لطيف. إلي تا
طبعا كل الاطفال بتحب جده جدا ونناه جدا 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 جدا، فيعني علاقتهم كمان كتير جميلة بين الجد والجدة بالذات، صح؟ فكل واحد جده عنده يعني حاجة فظيعة. فجده جميل وجده رائع وجده سامبا وجده متفهم وجده حبوب وجده بيلعب معايا. هنقول il est super dynamique، il est super dynamique. ممكن اقول il est sportif، رياضي، اه طبعا. il est sympa، طبعا. براحتك، اي صفة انت حابب توصف بيها جدك حطها، مهم تعرف تكون كاتب حروفها صح. داكو. هنا قال لي تشاو او سير، هبدأ اقول له مثلا ايه؟ ابلوس، يلا شوفك بعدين. صعب الكلام؟ نفس الموضوع ده لو بيتكلم عن بابي، ممكن يقول لي كومون سابيل تون بير، ممكن يقول لي كومون سابيل تون اونكل، كومون سابيل تا تونت، كومون سابيل تون كوزان، كومون سابيل تون فوازان. يعني انا ممكن جده هنا اشيله واحط كذا شخصيه تخص العيله او الاصدقاء المقربين او الجيران، فوازان جار، صح؟ ممكن اقول مثلا كومون سابيل تون سوبر كوبان، احنا خدناها قبل كده، سوبر كوبان بتاعك اسمه ايه؟ وبرده الى كلاج ويلي كومون. ماشي؟ على السيستم ده قيس عليها كل حد انت تعرفه ممكن انت تعمله ديسكريبسيون، توصفه ازاي. لازم تتكلم عن اسمه ايه وعنده كام سنه وصفاته ايه، تمام؟ قيس على كده كل العيله. وحاول يبقى الديفوار بتاعك للمره الجايه اعمل ده على مؤنث. يعني ايه؟ يعني انا مثلا سالتك كومون سابيل تون جران بير، انت تخيل ان انا دلوقتي بقول لك كومون سابيل تا جران مير، تمام؟ و الا كلاج و الي كومون، داكور؟ وحاول تغير شويه في الاج، وحاول تغير طبعا في الادجكتيف كاليفيكاتيف، وشغل نفسك كده، داكور؟ يلا شوف اللي بعديها. ريبون ا سومال، سالو كومون اي تون فرير، اهي لسه بقول حالا. كومون اي تون فرير، اخوك عامل ازاي؟ اوصفه. الى كلاج، عنده عمر قد ايه؟ وكالي لا كولور دو سيزيو، اه حلوه دي. هنا ليه دخلنا الكولور دو زيو؟ علشان انا عندي في الانيتي 4 لي بارتي دو كور، اللي هي الاجزاء بتاعه الجسم بتاعه الانسان، تمام؟ فهنا قال لي هو اخوك، اوصف اخوك وعمره قد ايه اخوك ولون عينين اخوك ايه، تمام؟ طب انا كنت هديها لك دوفار بس يلا هنحلها سوا. سالو، ارد اقول له سالو. كومون اي تون فرير، اخوك ها عامل ازاي؟ يا ترى لو سالتك اخوك عامل ازاي هتقول لي ايه؟ هتقول لي الي بافار، الي جورمون. طبعا احنا بنحب اخواتنا جدا 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 وبنوصفهم بصفات رائعه، صح؟ ها هتقول لي ايه على اخوك؟ طيب تعال الاول نحلل. تون فرير اخوك انت، لما اجي اتكلم عن اخويا انا هقول له ايه؟ هقول له ما فرير، اخويا انا، صفة الملكية العايدة على الأخ اللي تخصني مون. فمون فرير، ها مون فرير ايه بقى؟ يكون، وحط الصفة اللي انت عايزها. عايز تحط صفة يعني لطيفة، في صفات لطيفة كتير، عندك تيميد وعندك انتليجون وعندك سوبر ديناميك كمان وعندك سبارتيف وعندك حاجات كتير. عايز تحط صفة من نوع التهريج شوية كده، ممكن تقول ايه؟ نوع هزاري يعني، تقول له إيه؟ لا مون فرير ايه بافار، اخويا رغاي، اخويا جورمان يعني بياكل كتير، اخويا ممكن اقول جرو، ضخم، منس، رفيع، براحتك خالص اوصفه زي ما توصفه يعني، تمام؟ طيب ال ا كلاج، هو عنده كام سنه؟ هبدا الايل ثابته والا ثابته، الى كلاج بقى قد ايه عمر؟ ها خليك ريزونابل، خلي بالك ان انت مثلا في اولى ثانوي، اه انت اللي بيتكلم في اولى سنة، يعني كبيرك كده 17 18 لما نقول يعني، ها يعني اخوك ممكن يبقى الصغير ممكن يبقى الكبير، فبتلعب من اول مثلا 10 11 لحد ال 20 22، كبيرك 25، ما تزيدش عن كده، اوعى تطلع بقى يعني 50 و60، هيبقى الموضوع مش لوجيك ولا ايه؟ يبقى إلى مثلا 20 ans، عنده 20 سنة.
طب كالي لا كولور دو سيزيو؟ اه حلو ده. ده نرد عليه ازاي بقى؟ خدت بالك ان الكولور هنا مؤنثة؟ عرفت منين انها مؤنثة؟ بصيت على أداة الاستفهام كال، يبقى الكال اللي هي كو او او دوبل ال او، ها بيجي بعدها كلمة مؤنثة اللي هي هنا اللون، يبقى اللون كمان بسأل عنه بكال المؤنثة. يبقى كالي لا كولور دو سيزيو، لون عينيه ايه؟ ممكن نرد عليها نقول ازاي بقى؟ ممكن ارد اقول على طول سيزيو سون، عيونه سيزيو، واحط فيرب اتر في الجمع اللي هي سان، سيزيو سان، واحط الوان بقى. ايه الالوان بتاع العينين العاديه؟ ها نقول مثلا مارون بني، ماشي، بس خلي بالك ان مارون ملهاش جمع، يعني سيزيو سان مارون دي هتفضل ثابته. لو انا عايزه اقول مثلا عينيه خضر، يبقى احط اللون الاخضر اللي هي اسمها فير اخرها تي، ولازم احط ايه؟ اس، عشان الاخضر له جنب، اما البني ملوش جنب. طب لو قلت اسود، تمام، هحط مثلا نوار، نوار هتاخد اس، مارون من غير اس، يبقى بس ايه نراعي جدا ان مارون ملهاش جمع، يبقى سيزيو سان نوار، سيزيو سان فير. لو قلت ازرق هحط بلو اخرها ايه؟ اس، يبقى عيونه سودا يبقى اس، عيونه زرقاء تاخد اس، عيونه خضراء تاخد اس، عيونه بني، البني ليس له جمع فيفضل من غير اس. ماشي تمام. ممكن بقى هنا الدفوار التاني بتاعك اقول لك ايه بقى؟ اوصف لي اختك. يبقى كما ايه تسر، اختك شكلها ازاي؟ او يعني اوصفها عموما. القماء ايه دي ممكن تحمل معنيين، فيزيك ومورال، يعني ممكن تبقى من جوه ومن بره، شكل الفيزيك وكمان شويه ادجكتيف كاليفيكاتيف، تمام؟ يعني هي مثلا كبيره، طويله، قصيره، تخينه، رفيعه، لطيفه، ذكيه، حبوبه، ديناميك، كسلانه، جورموند، اي حاجه. وعندها قد ايه سن، واللون بتاع عينيها. ده برضو خليه الدفوار رقم اتنين. يبقى عندك دفوار على نانا توصفها، وعندك دفوار على اختك. ماشي طيب، تعالى بقى ريبون ا سو مال، تعالى نجاوب على هذا المال. سالو، هاي، تي ام لو سبور، انت بتحب الرياضه؟ بما اننا بنتكلم في يونيتي كاترة على الرياضات، كال سبور تي براتيك، ايه الرياضه اللي انت بتمارسها؟ او جو تي او سبور، وبتلعب الرياضه دي فين؟ وابلوس، يعني باي باي. طيب يبقى هبدأ بسالو. يا جماعة أنا ممكن أنسى الختام بتاع المل، يعني ممكن أحيانا أنساه وأنا بشتغل معاك هنا، حضرتك أوعى تنساه في الامتحان خالص. ماشي، ببدأ بسالو وبختم بأبلوس، أو ببدأ بسالو وبختم بسي أو تشاو، داكور؟ تو أم لو سبور، أنت بتحب الرياضة؟ ده سؤال إيه؟ ده اسمه كيستيون ديريكت، ده سؤال مباشر. أنت بتحب الرياضة؟ هرد يا إما أيوه يا إما لأ، يا إما وي يا اما نو، وي يعني نعم ونو يعني لا. فانت بتحب الرياضه؟ هبدا اقول له وي، ايوه. انت هنبقى انا، وطبعا احب قلنا هنشيل منها الاس، يبقى وي جام لو سبور، ايوه انا بحب الرياضه. طبعا هو سالني ببوان دانتروجاسيون عشان دي علامه السؤال، انا في نهايه الفراز العاديه بتاعتي ها هحط بوان، يبقى وي جام لو سبور. كال سبور تو براتيك، ايه الرياضه اللي انت بتمارسها؟ وتمارس من الافعال المجموعه الاولى اللي احنا اتكلمنا فيها، وتصريفها سهل جدا. ارجع لو سمحت للحلقه وشوف كده احنا صرفناهم ازاي، وعلى اساسه تصرف بريفير وادور، يعني بريفيري وادوري وامي وبراتيكي، احب واعشق وافضل وامارس، تمام؟ ايه الرياضه اللي انت بتعملها براتيكي بتمارس؟ خلي بالك احنا اتكلمنا في الافعال وقلنا في افعال بيجي بعدها حروف جر، تمام؟ اما براتيكي بيجي بعديه حرف جر ولا بيجي بعديه تعريف؟ ايوه كده شطور، ماشي، بيجي بعديه تعريف. يبقى انت بتمارس رياضه ايه؟ هقول له انا جو براتيك. طبعا كل الاطفال الحلوين ان هم صغننين بيموتوا في الكوره، يبقى جو براتيك للفوتبول، انا بمارس رياضه كره القدم. طب او جو تو
اسبار. لا والله انا مش متحيزه للشباب ولا حاجه، بس يعني جو براتيك لو فوت. البنات دلوقتي بقت بتحب الكوره وبتشجع وبتروح الماتشات زيها زي الولاد بالظبط، ويمكن دلوقتي بقى في محللات رياضيين جامدين جدا جدا جدا. يعني عموما للبنات عايزه تقولي ما بحبش الكوره بحب حاجه تانية، قولي جو براتيك لو تنس، تمام؟ عشان ايه نبقى رياضيين وراضينا ده وراضينا ده. او جو تو او سبور، ويعني ايه؟ ويعني اين؟ او جو تو او سبور، انت بقى بتلعب رياضه دي فين؟ ها؟ هتقول له ايه بقى؟ هقول له انا وجو جو، يعني انا بلعب اخرها ايه؟ هنشيل الاس، يبقى انا بلعب، خلي بالك انا بمارس الف ولام ال، انما انا بلعب بيجي قلنا حرف الجر ايه؟ بي، يبقى جو جو او فوت، انا بلعب كوره. ها اوعى تقولي بقى دون لاري في الشارع، بالرغم ان احنا في رمضان طبعا والمسابقات الرمضانيه، ويعني الكوره بعد الفطار وقبل الفطار والله يعني عامله حيز جامد، واخده واكله وقت جامد من اليوم بالنسبه للشباب بالذات، يعني دورات رمضانيه بقى وكوره قبل الفطار وكوره بعد الفطار، فالله يعينكم يعني. فجوجو افوت، انا بلعب كوره او كلوب في النادي، وقول له مثلا وابلوس هاتها من هنا حطها اهي. دكار صعب الكلام؟ والله ما صعب، جمل بسيطه جمل سهله، ركز بس الدنيا تبقى زي الفل. تعالى بقى نعمل ايه، نعمل شويه سيتياسيون علشان برضو احنا ايه بقالنا كتير ما اشتغلناش سيتياسيون. تو دوموند، دوموند يعني ايه؟ انت بتسال، بتسال اتون امي، بتسال صديقك، بتسال تطرح سؤال على صديقك او تسال سؤال لصديقك. كال اور، قلنا في اي ساعه ال ا او بي اس، ها ايه الاو بي اس؟ اوكي لنا مش شويه حصه الالعاب، تمام، يبقى الى او بي اس، يبقى انت اللي بتسال صاحبك هو اكلر في اي ساعه الى او بي اس، عنده او بي اس اني ساعه. كاسكيل دي يعني ايه؟ كاسكيل دي كاسكو، يعني لسه قايل لنا حالا كاسكو كلها كده، يعني ماذا؟ ال دي هو يقول، يبقى نرجع كده فوق كده وقول تاني، مين اللي بيسال؟ انت تو دوموند، انت سالت، سالت صاحبك هو عنده او بي اس الساعه كام، فكاسكيل دي يعني قال لك ايه، يعني ماذا رد عليك، يعني مفسره نفسها اهو. وانا قلت لك عشان نحل سيتياسيون صح لازم عيني على اول الجمله واخرها. انت بتسال، ها انت بتقول يبقى سؤال، انت بتسال هو بيقول يبقى رد او اجابه. دكار؟ طيب يبقى انت سالت صاحبك وانت عندك او بي اس في الساعه كام، فهيرد يقول لك ايه؟ طبعا هيرد بصيغه انا، يبقى هيقول له انا، انا ايه؟ انا عندي، يبقى جي، انا عندي فيرب افوار، انا عندي، ومحطه الماده اللي انا اتسالت عليها اللي هي او بي اس اللي هي حصه الالعاب، انا عندي او بي اس، عايز اقول في الساعه كذا، ما انساش بقى حرف الجر المهم ده انزل بيه، يبقى جي او بي اس ا، ومحطه مثلا الساعه 10 او الساعه 1 او الساعه 11، اي ساعه هتحط رقم الساعه وتحط اش، عايز تكتبها حلوه قوي ومظبوطه جدا اكتب اديزر، وما انساش البوان، ولازم تحط اس اخر اير، ليه؟ لانها 10 ساعات مش 10 ساعه، صح؟ هو الاختصار هنا بيوفر علينا ان احنا نكتب كلمه يعني حرف غلط او ننسى الاس. عايز تختصر اوكي، عايز تكتبها كامله خير وبركه، يبقى انا عندي او بي اس الساعه 10 الصبح، في بروبلم؟ لا مفيش، سهلة بسيطة فهمنا. طيب تعالى نعمل واحدة تانية. tu demande à ton super copain، tu يعني انت، و demande يعني بتسأل، بتسأل مين؟ بتسأل السيبر كوبان اللي هو صاحبك اللي على السايبر. combien de jours، كام يوم؟ il ne va pas، نخلي بالنا ونقرأ كويس جدا. tu demande، انت سألت، طيب انت سألت لصاحبك كومبيان دو جور، كام يوم؟ il ne va pas au lycée، مش بيروح المدرسة. كاسكيل دي،
ماذا يقول؟ خدت السؤال وكتبته؟ تمام. الوقت خلص، شغلنا مخلص، الوقت معاكم بيعدي بسرعة جدا. نتمنى نكون النهاردة يعني فهمناكم شوية حاجات كانت صعبة عليكم، ورجعنا لكم شوية حاجات مهمة. نشوفكم إن شاء الله المرة الجاية على خير. هستنى تراسلوني على صفحتنا على الفيسبوك وأصدقاء برنامج سر التفوق للغة الفرنسية، ومستنية الدفوار. وميرسي على فاب خشن. بونجورني، باي.